بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة الثالثة من محاضرات الماي سيكويل، وهنتكلم فيها عن الاتصال بقاعدة البيانات من خلال البي اتش بي. المرة اللي فاتت يا جماعة عملنا داتابيز داخل اللوكال سيرفر. تعال نحاول كده مرة تانية. القصة دي كلها، تعال هنا هنعمل لوكال هوست، لوكال هوست، تمام كده، ونشوف الزام بيشغل ولا لا. ما كانش شغال نشغله. ادي الاكسامب، تمام. وهنعمل ستارت للاباتشي سيرفر وستارت للماي سيكول، تمام. ونحاول تاني. هبط بدأ السيرفر المحلي يشتغل معانا. هنخش على البي اتش بي ماي ادمن، تمام. واخر داتابيز عملناها اللي هي كانت اليوزر يوزرز داتابيز 2، تمام كده، وعملنا لها مستخدم باسم مصطفى، وكانت كلمه المرور بتاعته كانت كذا يعني، تمام كده. وعملنا فيه تيبل احنا سميناه باليوزرز، تمام. وكان التيبل ده دخلنا فيه بيانات زي الاي دي والايميل والباسورد، ودي اخر حاجه احنا عملناها. عملنا الكلام ده يا جماعه على لوكال سيرفر، على سيرفر محلي بالشكل دوت، وعملناه على الاستضافه اللي انا كنت عاملها مجانا من خلال برضو البي اتش بي ماي اب، تمام كده، تمام. طيب يبقى احنا كده المفروض عندنا معلومات، وحتى لو بسيطه. مثلا انا دي الاستضافه اللي انا كنت عاملها على، قصدي داتا بيز اللي انا كنت عاملها على الاستضافه، كانت عملت قاعده بيانات بالاسم دوت، وهم عملوا لي اسم مستخدم بنفس اسم قاعده بيانات، وانا حطيت الباسورد وده الهوست، تمام كده. ليه انا هحتاج المعلومه دي؟ عشان اقدر اتصل بمين؟ بالداتا بيز ديت من خلال البي اتش بي، من خلال كود البي اتش بي. طيب يبقى انا دلوقتي الهدف بتاع الدرس بتاعنا النهارده ان شاء الله ان احنا نعرف، تعال نكتب على الوايت بورد، ادي هنا الهدف من الدرس. ان احنا نكتب كود بي اتش بي، بي اتش بي يمكننا من الاتصال بقاعده ايه؟ بقاعده البيانات، بقاعده ايه؟ البيانات. يبقى الاتصال بقاعده البيانات هيكون من خلال كود بي اتش بي، تمام كده؟ ايا كان بقى ايه مكانها، يبقى انت لازم تعرف المعلومات اللي احنا مثلا بنقول عليها زي كده. لازم نعرف اسم قاعده البيانات، عشان كده لازم توفر المعلومات تاليه. أول حاجة يا جماعة محتاجين اسم قاعدة البيانات، قاعدة البيانات دي أول حاجة احنا محتاجينها. تاني حاجة محتاج اسم المستخدم، تمام كده، كلمة المرور، وبعد كده مين؟ الهوست اللي هو المكان اللي تم فيه استضافه قاعده البيانات. الهوست دي معناها المكان اللي تم استضافه قاعده البيانات. دي المعلومات اللي انا هحتاجها عشان اعمل كونكت على داتا بيس، تمام؟ تمام. طيب كده انا عرفت انا رايح فين وجاي منين. هنبتدي شغل على الدريم ويفر، وهنفتح اي صفحه من الصفحات اللي احنا كنا اشتغلنا عليها قبل كده. بس هنا عشان القلم. تمام. هنيجي هنا مثلا وليكن ناخد صفحه دبليو اس بي اتش بي. تقريبا الموقع اتشال من مكانه. تعال نرجع تاني يا جماعه، عشان احنا الذنب كان واقف معايا في مره. شركات هنا في الويب، تمام. هناخد ده كنترول سي، وهنحطه هنا في السي اكسامب اللي هو هنا في الدي، لا في الدي هنا اكسامب اهو
انا قلت فود دي فعلا اساسا ماشي كده، وحاطط ان هو هنحطه في الاتش دوكيومنتس اللي هو الحته دي تمام. معلش انا اصلا حصل عندي مشكله في الاكزام بالاول، فاضطريت ان انا انقل الموقع نفسه كله على بعضيه في مكان ده. تمام. تعال اعرف بس الموقع تاني بسرعه. هنيجي نعمل سايت نيو سايت، وهاجي هنا ليرنينج ماي سيكويل، خليها ماي سيكويل ماي اس كيو ال تمام كده. وهنشوف الويب سايت بتاعنا فين، والويب سايت المره دي اتنقلت دي، دخل في الاكس ام، دخل في الاتش تي دوكس تمام، ليرنينج بي اتش بي. هنخلينا على الصفحه ديت تمام، هنقول له سيلكت فولدر، وهنيجي في السيرفرز هنضيف سيرفر، في البيزك هنختار السيرفر لوكال نتورك تمام. السيرفر فولدر هيكون في الحته ديت اللي هو الحته الاكسامب تمام كده سيلكت، والويب سايت بتاعنا هيكون عند الحته دي. هنشوف هنا في المكان ده، نسخ نحطها هنا ايه لصق هيبقى اتش بي لوكال هوست، لوكال هوست على زيمب دوكيومنتس، بعد كده ليرنينج ايه اتش بي بي اتش بي. او ممكن تكتب لوكال هوست على طول تمام كده، مفيش الاكزامبل دي، وعلى اتش دوكيومنت لحد هنا لحد ليرنينج ايه بي اتش بي تمام كده. يبقى اتش تي تي بي لوكال هوست على ليرنينج بي اتش بي تمام. نقول له سيف اوكي تستنج تمام، ونقول له ايه سيف اوكي. تعال نفتح اي صفحه عشان نتاكد بس ان السيرفر شغال. هنفتح صفحه السانكس بيج اللي هي دي عشان ابسط واحده فيهم. اذا جاب لي كل حاجه تمام والدنيا ماشيه شغاله معايا هيبقى تمام. لو ضغطت في 12 من لوحه المفاتيح وجاب لي الرساله برده مفيش مشكله. تعال نختار برده صفحه تاني عشان نتاكد ان البي اتش بي كود نفسه شغال. مفيش بي اتش بي كود ده يتشمل له كله، بس هو بي اتش بي يعتبر يعني سانكس فايل برضه. دي هنشوف حاجة زي السند ميل أو البوست ميثود مثلا على سبيل المثال أهو تمام كده. كل حاجة شغالة انكلود تمام، برضه دي شغالة تمام كده مفيش مشكلة كده. السيرفر مظبط معانا مفيش مشاكل. قلنا ناخد الكود اللي هنا عشان بس نستفاد منه اللي هو الكود البوت ستراب كنترول سي، وهنيجي نعمل فايل نيو وهنختار بي اتش بي فايل تمام كده، وهنقول له كرييت تمام. وهنقول له دي عباره عن ملف الكونكشن كونكت تو داتا بيس تو داتا بيس ماشي كده تمام. هنقول له سيف. هناخد الكود اللي احنا خدناه بتاع البوت ستراب ده كنترول وفي، وهنغير بس العنوان يس. هنغير بس العنوان هنا بدل ما هو شكرا على رسالة الرساله ديت هنخليه الاتصال بقاعده البيانات، الاتصال بقاعده البيانات اوكي تمام كده. طيب وهنيجي هنا في ال H1 اللي هو الكلاس دي تمام كده، وهنكتب كيفيه الاتصال بقاعده البيانات عن طريق ال H ال PHP كيفيه الاتصال اتصال بقاعدة البيانات قاعدة البيانات بيانات باستخدام كود بي اتش بي كود بي اتش بي اتش بي اوكي. طيب يبقى كيفية اتصال بقاعدة البيانات باستخدام كود بي اتش بي طبيعي. طيب دلوقتي وصلنا لحد النقطة ديت تمام كده.
علشان نتصل بقاعدة البيانات يا جماعة، في حاجة اسمها الماي سيكوال، الماي سيكوال اي، ماي سيكوال اي اي. الماي سيكوال اي دي معناها اسمها الماي سيكوال امبروفد. يبقى النظام القديم بتاع ماي سيكوال اتغير واصبح اسمه الماي سيكوال ايه امبروفد، ماي سيكوال اي. تمام كده، الماي سيكوال اي دوت او الماي سيكوال امبروفد دوت. تمام كده، عملته طبعا المجموعات او الكوميونيكيشن اللي هو خاص بالبي اتش بي علشان يديك ميثودز ويديك بروسيدجرز بحيث ان انت تتصل بقاعده البيانات، يعني يديك اجراءات ويديك كمان كلاسات تقدر تتصل بها بقاعده ايه، قاعده البيانات. تمام كده، تمام. انت عشان تشوف الماي اس كيو ال اي، تمام كده، بتخش هنا على الانترنت وعلى جوجل وتكتب حاجه اسمها الماي سيكوال سامري او الماي اس كيو ال اي سامري. تمام كده، وتيجي في الماي سيكوال اي اكستنشن فانكشن سامري مانوال بي اتش بي اول سايت اللي هو ده. تمام كده، وهتلاحظ ان انا عندي حاجتين. تمام كده، طبعا كل ده خاص بالماي اس كيو ال اي اللي هو الماي سيكوال امبروفد. تمام كده، ودي الحاجات الموجوده جواها. في عندك الاوبجكت اورينتد بروجرامنج انترفيس، ودي عباره عن كلاسات معموله، طبعا ده الطريقه الحديثه والافضل في الاتصال. ودي الطريقه القديمه اللي احنا بنسميها البروسيدجر انترفيس اللي هي طريقه استخدام الاجراءات والدوائر. تمام كده، تمام ماشي. طيب انا عاوز دلوقتي اكونكت على الداتا بيس. طب اكونكت على الداتا بيس بالطريقه التقليديه اللي هي عن طريق داله احنا بنسميها داله الماي سيكوال كونكت. ماي سيكوال ايه؟ ماي سيكوال اي كونكت. انا بصيت عليها كده، ماي سيكوال اي كونكت اهي، الماي سيكوال اي كونكت. لو ضغطت عليها بالشكل دوت هيبتدي يشرح لي الماي سيكوال اي كونكت. تمام، وبيقول لي انت بتعمل اوبجكت اسمه لينك. تمام كده، وبعد كده بتكتب الداله، وبعدين بتحط الهوست. ماشي، هنا طبعا ده اللوكال هوست. بتحط بعد كده اليوزر اللي هو اليوزر بتاعك، بتحط الباسورد بتاعتك، بتحط ايه الداتا بيز او اسم الداتا ايه بيز بتاعتك. ولو حصل اتصال تمام بيبقى في مثلا، لو ما فيش اتصال تمام بيبقى في ايرور مسج بتطلع. تمام كده ماشي كده، عن طريق حاجه اسمها الماي سيكوال اي كونكت ايرور. تمام كده، تمام. طيب لو في اتصال انت بتبعت له بعد كده رساله بتقول لك ان خلاص سكسس، ان الاتصال تم بالداتا بيس. تمام كده، ومفيش مشكله. ولو انت عاوز تطبع الهوست انفورميشن بتطبع الماي سيكوال جيت هوست. تمام كده، وهكذا ده. وبعد كده بتعمل كلوز للداتا ايه، للداتا بيس عن طريق كلوزنج اللينك ايه بتاعها اللي هو ده. تمام، طيب دي الاجراءات اللي انت هتعملها. طيب يبقى احنا دلوقتي هنشتغل على البروسيدجر فانكشن او الاجراءات اللي هي خاصه بالاتصال بالداتا بيس. تمام كده، وهنستخدم الماي سيكوال اي كونكت. تمام، خلي الصفحه دي مفتوحه عشان لو احتاجنا كود منها نبتدي نشتغل عليه. تمام، تمام. طيب هنبتدي اول حاجه نعلن عن متغير اللي هو الساين دولار لينك. يبقى نيجي هنا وهنكتب كود بي اتش بي في الحته دي بعد الهيدر، هنعمل بي ار تيك br tag بالشكل دوت. تمام كده، وبعد كده هنعمل كود php. هنعمل كود php. تمام كده، الكود بتاع php هيتمثل في ان احنا هنعمل sign dollar link اللي هو عباره عن الاتصال. بس الاول هنكتب كده ده كومنت، مش الكومنت دوت، هنكتب فيه شكل الماي سيكوال الماي SQL I underscore connect score connect. تمام كده، وهفتح قوس واقول ان انا اللي محتاجه محتاج الهوست، محتاج الهوست وفاصلة، وعلى كده محتاج اليوزر، ده شكل الداله اللي انا هشتغل عليها. تمام كده، وفاصلة مرة تانية، ومحتاج الباسورد بتاعت الداتابيز او بتاعت اليوزر باسورد، ومحتاج كمان الاسم دوت الداتابيز نيم داتا بيز نيم. اوكي، اوكي. طيب طبعا في الاخر بيبقى في فصل من القطه، المفروض احنا بنعرف ايه عارفين كده. تمام كده، طيب هنعمل اول حاجه الساين دولار لينك اللي هو الرابط اللي هو هياخد الاوبجكت دوت. يعني دلوقتي اللي هيحصل ان الماي سيكوال اي كونكت هتكونكت على الداتابيس وهتبعت لي اوبجكت هنحطه فين في اللينك. تمام كده، تمام. يبقى اول حاجه نكتب ماي اس كيو ال اي. تمام كده، اندرسكور كونكت كونكت اهي، دي الداله اللي انا هشتغل ايه هشتغل عليها. تمام كده، طيب محتاجين اول حاجه يا جماعه عاوزين الهوست. المهم كده على الصف. اول حاجه عندي اللي هو مين، اللوكال هوست، لوكال هوست. تمام، تاني حاجه عندي اللي هو اليوزر بتاعي اللي هو مصطفى.
تالت حاجة عندي الباسورد ام جي اس من 1 لـ 7. باسورد ام جي اس من 1 لكام؟ لـ 7. رابع حاجة عندي اللي هي الداتابيز نيم عندي كان اسمها اليوزر داتابيز. اليوزر لو دخلت على كلاس مرة تانية كان اسمها ايه؟ بيتش من اهي اليوزرز داتابيز. اليوزرز داتابيز مش كده؟ اليوزرز داتابيز يوزرز داتا بيز اظن 2 يوزرز داتا بيز 2 في هي الاثنين. تمام، وهعمل كنترول اس واشوف النتيجه ايه. طالما ما ظهرلكش حاجه كده يبقى الاتصال تم بشكل ايه؟ بشكل صحيح. تعال نحط هنا فاصل نقطه عشان بس ما يحصلش. اوكي طيب، عاوز اشوف اذا كان الكلام ده نفع، يعني تم الاتصال بالفعل عن طريق الماي سيكوال اي اندر سكور كونكت تمام كده ولا لا. تمام، هبتدي ان انا اطبع الاوبجكت اللي هو السندور اللي هي لينك، يعني هعمل فار تمام كده دمب فار دمب ماشي كده للساين دولار ايه لينك، ساين دولار لينك اللي هو ده، واروح جاي كده واضغط انتر واعمل كنترول واس واشوف ايه اللي حصل. بص كده يا جماعه، رجع لك ايه؟ رجع لك اوبجكت، رجع لك ايه؟ اوبجكت تمام كده، وشاف الافكتد روز والحاجات والكلام ده كله. المهم لو هو رجع اوبجكت بشكل كده يبقى معنى كده الاتصال ايه؟ الاتصال نجح. لو رجع لك اوبجكت اللي هو الفار دامب دوت على شكل اوبجكت ده كده هيبقى الاتصال نجح. لو رجع حاجه اسمها بوليان، حاجه زي الصفر او الواحد، فمعنى كده ان الاتصال زي صفر او كده بيبقى الاتصال ايه؟ فاشل تمام كده، يعني بيقول لك ان في بوليان والاتصال ايه؟ فاشل. طيب كده انا اتصلت بالداتا بيس تمام كده، يبقى حققت اول هدف عندي اللي هو الاتصال مين؟ بالداتا بيس. طيب في حاله لو نجح الاتصال انا عاوزه يعرض لي اي حاجه تقول لي ان انا نجحت الاتصال بغير الفار دامب ديت عشان ما تبقاش طويله قوي كده تمام كده، يبقى بستخدم داله ثانيه اسمها الماي سيكوال اي اندر سكور كونكت اندر سكور ايرور تمام كده. يبقى في حاله لو حصلت ما حصلش اتصال تمام كده، يبقى انت هتطلع لي الايرور دوت. تمام، تعال نجرب الكلام دوت. هنيجي هنا نكتب اف وافتح قوس تمام كده واكتب ماي سيكوال ماي اس كيو ال اي تمام كده اندر سكور كونكت ماي سيكوال كونكت اندر سكور ايرور اندر سكور ايرور اللي هي دي. لو حصل ايرور في اثناء الاتصال تمام كده، وهقفل الاف بتاعتي وبعد كده هروح حاطط الكيرلي براكتس بالشكل دوت، هتعمل ايه؟ هتروح عارض رسالتي ان الاتصال فشل، عارض رساله ان الاتصال ايه؟ فشل. فهتقول له داي وتحط له الرساله اللي انت عاوز تظهرها، لم نتمكن من الاتصال بالداتا بيس، لم نتمكن من الاتصال بقاعده البيانات. يبقى لو في حاله خطا تديله ايه؟ الرساله دي تمام كده. تمام طيب، في حاله لو نجح الاتصال هتطبع رساله ايكو ايكو بالشكل دوت تمام كده. ممكن احنا ناخد الرساله اللي تحت دي، ناخد ده كله ايكو، حط اتنين كوتيشن اتنين كوتس، وناخد الرساله دي كلها على بعضيها حطها جوه كنترول سي، حطها هنا كنترول اي وفي. اوكي تمام كده الاتصال، وهنشيل بس ايه الكلام اللي موجود تحت. طبعا لو في عربي استحسن تنزل الكلام ده تحت وتنزل الاول هنا تحت كمان علشان يبقى عندك فرصه الناس كتير في العربي بحريه. تمام، يبقى انت فتحت ديف، قفلت الديف تمام، وبعد كده تكتب ايه التكست اللي انت عاوز تكتبه. تم الاتصال، تم الاتصال بقاعدة البيانات، شكرا لك ايها المبرمج، ايها المبرمج. اوكي كنترول اس
تمام، وشيل الرسالة بتاعت الديف الأخيرة دي، مش محتاجينها دلوقتي. كنترول اس مرة تانية. تمام. طيب هو بيقول لك هنا تم اتصال بقاعة البناء، شكرا لك أيها إيه المبرمج. طيب أنا هلعب شوية، يعني مثلا بدل اللوكال هوست دي أروح أعمل كده أهو وأعمل كنترول اس، تمام، ونشوف ايه اللي حصل. اه، لم نتمكن من اتصال بقاعده البيانات ونطلع لك ايه الايرور. يبقى هو لو اتصل بقاعده البيانات بالفعل مش كده، مش هيبقى فيه ايرور، يعني عشان كده كتبت هنا لوكال كنترولزات اس. لو كتبت ان لوكال هوست هو اللي تم الاتصال بيه، تمام كده، وقاعده البيانات بتاعتك اليوزر بتاعك اسمه مصطفى والباسورد بتاعته هي كذا، وادي الداتا بيز، هقول لك تم الاتصال بقاعده البيانات بنريح حاجه مبرمج. لو انا غلطت في حاجه من دول مش كده، هيديك رساله الخطا اللي هي مكتوبه فين؟ في الاليرت، مع الايرور اللي جاي مع مين؟ مع الداتا ايه بيز نفسها. تمام كده. تمام بكده يا جماعه نكون نجحنا فعلا في ان احنا نتصل بالداتا بيز عن طريق الماي سيكوال اي اندر سكور كونكت، ونكتشف اذا كان في خطا عن طريق الماي سيكوال اي اندر سكور كونكت ايه ايرور، والايرور ايه نمبر. تمام كده. تمام ايرور، بس ايرور ماشي كده، ايرور. تمام، نشوف الصوره الثانيه. اه هنا في قوسين، تمام، تم اتصال بقاعده البيانات بنجاح حاجه مبر، ماشي كده. ماشي، يبقى كده كده نجحنا في الهدف بتاعنا في الاتصال بقاعده البيانات، واظهار رساله خطا في حاله ان في خطا في الاتصال بقاعده البيانات عن طريق اللينك بتاع الاتصال. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده ان شاء الله، والحلقه الجايه باذن الله هنشوف الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق استخدام الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كلاسز الخاصه بالماي سيكوال امبروفد. اذا عجبك الفيديو اتمنى لكم كومنت لايك شير ليه، واذا عجبك القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه، واكون لكم الشاكرين، ويا ريت تنشر المعرفه علشان الناس تستفيد. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زايدي من قناه مصطفى زايدي علوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.